بص يعني انتوا فاضيين؟ ماشي، احنا هنبتدي بقى من الاول. انا سبت الشغل، انا كنت شغال في مجال الهندسه، شغال بقى في كوربريتس ومكاتب وبتاع، فسبت الشغل من هنا وقعدت اسعى يعني سعي حسيس في 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 مجال الفن، التمثيل والمزيكا، وانا بقالي فتره اوريدي بسعى بس مش فول تايم. فحصل لسبب ما يعني ما اعرفش بقى، كل الجهود بتاعت السنين اللي فاتت مع جهود التفرغ مع وصلت انه الحمد لله حصل انه بقى في كذا مشروع انا مشارك فيهم من اول المسلسلات من اول 2020 وحتى مسرح لحد دلوقتي المسلسل بتاع انصاف مجانين. وات بوش مي للخطوه اللي فيها الريسك ده هو انه انا ما كانش عندي طموح، يعني بطل يبقى عندي طموح في مجال الهندسه. حاسس انا لا طايل لا سما ولا ارض، يعني انا قاعد بعمل حاطط اغلب وقتي ومجهودي في مجال الهندسه وانا مش عايز اكبر فيه، والحاجه اللي انا بحبها حقيقي بعملها كده بشكل هاوي. فحسيت انه لا، يعني هو ده الوقت ان انا اخد فيه الريسك، احط فيه كل مجهودي في الحته اللي انا بحبها واشوف ابقى يعني ابقى جربت اشوف البوتنشال بتاع السكه دي لاخرها، عشان ما ندمش ان انا ما عملتش كده وما ما سعيتش ورا الحاجه اللي بحبها. فيعني بقالي 13 سنه كنت شغال، بقالي 13 سنه في مجال الهندسه وبس، فسبته في نص 2019. انا بشتغل، انا يعني بمثل من زمان جدا وفي فرقه مسرح من 2003، واول فيلم قصير عملته مع كامل ابو زكري كان في 2002، فدايما كان ده موجود بس على جنب كده، وبعمله بشكل يعني الحاجات اللي انا بحبها يعني مش مديلها وقتي ولا اهتمامي بالشكل بالقدر الكافي. بس اخر 3 4 سنين ابتدى بقى يعني ابتدى يبقى عندي اهتمام ان ده يبقى كاريري. يعني السبورت من اهلي كان هايل، كانوا يعني امي كانت خايفه بس ابويا كان مساند جدا جدا يعني، فده اللي ساعدني.